النيورو، يعني مثلا الاعصاب شلون تشتغل بالجسم، مثلا الوظيفه الاعضاء شلون تصير. بس مزح معي، شلون ممكن واحد يقرا التشريح وشلون واحد ممكن يقرا الفسجه؟ فذلك انا سويت هذا الفيديو لكثره اهميه هذا السؤال. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. مرحبا، يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفون هذا الفيديو. مثل ما شفتوا بالعنوان، موضوع جدا مهم، وما اعتبر اني احسن وحده انه اقدم هيك نصيحه بهيك موضوع، بس ممكن انقل ماي اكسبيرينس، يعني انقل تجربتي بخصوص هذا الموضوع، وان شاء الله تستفادوا منه. كملوا الفيديو للنهايه. التشريح والفسجه تنأخذ صف اول، يعني تشريح الاناتومي. دائما احنا من نعرف كلمه تشريح، احنا من ندخل مثلا، انا اتكلم عن الطب العام، الفيلد الطبي بشكل خاص، يعني تشريح ياخذوه بقيه الكليات، يمكن اعتقد الاسنان يمكن ياخذوه، الصيدله ما اعرف بالضبط، بقيه الاقسام اذا تاخذون التشريح كتبوه بالتعليقات على مود الطلاب يشوفون هذا الشيء. فالتشريح صف اول صف ثاني، بدايه الصف اول يتكلمون عن اللور والابر ليم، بعدين صف ثاني يتوسعون اكثر، ياخذون الثوراسك، ياخذون الهيد اند نيك وغيرها من هالامور، كل الارتريز، كل الفينز، كل النيربس، يعني كل الشرايين والاورده ياخذوها بمرحلتين الاول والثاني. التشريح يعتبر من المواد البيسك، المواد الاساسيه اللي تبني عليها اساسك، بمعنى انت حتى وشكم تقدم على مثلا اختصاص او تقدم على معادله او دراسه برا، لازم يمتحنوك بمواد البيسك مثل باثولوجي، مثل اناتومي، مثل الفسيولوجي. زين، فالتشريح كلش مهم، يعني احنا كنا لازم عندنا اساس قوي. اكو طلاب دخلوا اكاديميات او دروس خصوصيه لدراسه التشريح. انا اتكلم هسه عن التشريح، انا فيديو مالتي يتكلم عن موضوعين، المادتين تشريح وفسلجه، بس هسه راح نبدي بالتشريح. اكو طلاب يدخلون اكاديميه، اكو طلاب يدخلون دروس خصوصيه عند دكاتره وعند طلاب، يعني في سبيل ينجحون بماده التشريح، لانه هي ماده ما نقدر نقول كلش صعبه ولا هي كلش سهله، اوكي؟ يعني ماده مايله للصعوبه شويه، طبعا تختلف وتعتمد على طريقه كل تدريسي وكيف يقدم الماده بشكل سلس وسهل، اوكي، بنفس الوقت. فالكليات بشكل عام تقدم مادة التشريح، أما تكون على شكل ملازم ورقية، يعني الدكتور يلخص المصدر ويلخص المواضيع المهمة بمزمة معينة، وماكو داعي يرجع للمصدر. وأكو دكاترة لا، يقولوا لك إنه أنت صح أكو مزمة، بس هاي المزمة بيها headlines، يعني مزمة هذه بيها بس رؤوس أقلام، حاول ترجع للمصدر. فهنا تعتمد على كل كلية وشنو مصدرها. مثلاً الطب العراقية سابقا كانوا يعتمدون على مصدر سنيل، أنا حاليا فايت هواي مراحل علي، فما أتذكر إنه بالضبط هسه حاليا شنو بده يعتمدون، بس هو أغلب المصدر سنيل هو مصدر معروف بالتشريح، بإضافة إلى مصدر مور، وهذا مصدر يعتمدون بقية طلاب الكليات إنه هو مصدر للـ MCQ، مصدر للصور، ونتر أعتقد. أنا أفضل حتى لو الدكتور يقول لك إنه هاي مزمة كافية لقراءة التشريح، دائما أرجع للمصدر على مود عينك تتعود وتتدرب تقرا المصدر، تعرف المصدر ورهبته وشون تقراه. بنفس الوقت المصدر يشوفك صوره هوايه، اكو ديتيلز كثيره بالمصدر ماكو داعي انه انت تعرفها الا اذا تسال دكتور، مثلا هاي التفاصيل مطلوبه مني بالامتحان، او هاي التفاصيل مطلوبه حاليا اني كمرحله ثاني او اول، يعني تقدر انه انت تستفسر بيها طلاب الاكبر منك مرحله، تقدر تستفسر من الدكتور نفسه بخصوص هذه المواضيع او الديتيلز يعني اللي تقراها بالمصدر. بس ضروري حتى لو المزمه كانت كافيه، انا بنظري ضروري ترجع للمصدر وتشوفه وتحل هواي MCQ-ات وتشوف هواي صور على مود عينك تتدرب على الصور، لانه عندك من امتحان التشريح امتحاني نظري وعملي. نظري هي MCQ-ات او MCQ اللي من خلالها انت تكون لازم فاهم الماده، وممكن تكون كيسات، ممكن تكون عباره عن دايركت كويستشن اكو اندايركت. بنفس الوقت امتحان العملي اللي مثل ما تشوفون انتم هواي مشتهر عليه، اللي هي بعنوان موف، اللي هو مثل الاوسكي يعتبر، ممكن يكون اورال امتحان التشريح، انا سابقا امتحنت اورال، ممكن يكون لا امتحان ورقي عملي، يعني طلعوا لك صوره او طلعوا لك سلايد، يعني صوره مثلا شريان او صوره ويقول لك وين موقعه، او صوره مصل يعني عضله معينه ويقول لك الانسيرشن مالتها وين وهيجي. فبهذه الطريقه الامتحان عامل. التشريح ممكن استفاد منه ببقيه المراحل 100%، التشريح تستفاد منه، راح تمر صف ثاني، ثالث، رابع، خامس، وحتى سادس، وحتى لما تتخرج وتمتحن معادله وتقدم على اختصاص يسالوك بالتشريح. التشريح كلش مهم، يعني في سبيل المثال توصل صف خامس راح تاخذوا ماده الاي ان تي، ماده الاي ان تي او اي ماده ثانيه سواء كانت مثلا الباطنيه، راح يسالوكم بالتشريح، تتذكرون هذا النيرف او تتذكرون هذا الارتري او تتذكرون هاي الفسيولوجي، يعني هاي
لها علاقة بمواد البيسك. فبالنسبة لي نصيحة أنتوا أخذوا أكثر من استشارة، أخذوا أكثر من تجربة من أي شخص. ممكن أنا أقولكم صعب، ممكن غيري يقولكم سهل، وهكذا يعني. فأنتوا أخذوا التجارب وبالأخير اعتمدوا على تجربتكم الشخصية. يعني مثلا منار تقرأ ملازم بس أنه لازم أروح أقرأ أنا بس ملازم، لا، دائما عودوا نفسكم أنه أنتوا تتعددوا بالمصادر. ملازم، يوتيوب، مصدر. اليوتيوب ممكن يفيدني بالتشريح، نعم جدا يفيدك. يعني مثلا أكو دكاترة أو سواء كانوا من الدكاترة العرب أو أكو دكاترة أجانب، أنا بالحالتين قرأت عليهم. يعني قرأت على دكتور مصري وقرأت على دكتور أجنبي ودكتور هندي على مود في سبيل أفهم التشريح. كلهم مفيدين، وأنتوا أخذوا اللي يفيدكم واللي داخل عندكم بالمنهج مع الكلية. تشريح ينجاب به معدل أو تقدير حلو ممكن إذا أنت مشيت بالطريق الصحيح ولحقت على نفسك البداية. حرفيا لازم تلحق على نفسك البداية. هاي ملاحظة، مثلا بتاخذون مادة مثلا باطنية أو جراحة، دائما بداية المزمة يحطوكم تقريبا 10 أوراق يسموها فيسيولوجي وأناتومي لهاي المادة اللي تدرسوها أو هذا التخصص اللي تدرسوه، وحتى هاي يجيبوا منها أسئلة. فشوفوا لضرورة أهمية مواد البيسك، يعني بتخريج طبيب يكون كلش ممتاز بهذه المواد. وأني أنسى مثلاً، أنا مثلاً منار أني أنسى هواي. أنا كل مرحلة من أخلص منها أسوي لها ديليت، وإحنا كلنا ممكن ننسى، وكل ما نخلص مثلاً مرحلة معينة ننسى كل اللي أخذناه وهذه. بس أكيد أكو أمور تبقى بالبال، أمور كلش مهمة راح نستفاد منها بتجربتنا وحتى بالخبرة العملية يعني. فهاي أمور تبقى بالبال وأكو أمور تنسى أكيد. فأنتوا أخذوا الشيء اللي يفيدكم ودائما كرروا تحسون نفسكم هذا الشيء راح يفيدكم بالمستقبل، والشيء اللي تحسون نفسكم ما يفيدكم مثلا أو الدكاترة يقولون عليه مو مهم أو الدكاترة يقولون هذا الشيء uncommon فنخليه على جنب. فيسيولوجي، الفسجة تدرس بيها كيفية عمل الأعضاء بالجسم، ندرس بيها الفسيولوجي جي اي تي، الرينال، النيورو، يعني مثلا الأعصاب شلون تشتغل بالجسم مثلا، الوظيفة الأعضاء شلون تصير، الجي اي تي كله من ناحية الأعراض، من ناحية الكيس سيناريو شلون يجي، نعرف من خلالها الفيتال ساينز شلون نفحصها وشلون نقيسها، الفسجة نعرف من خلالها شلون نسوي اكزامينيشن مبدئيا اللي من خلالها راح ندخل إلى بوابة صف ثالث اللي هي الكلينيكال. فبهاي الطريقة الفسجة كلش حلوة وبنفس الوقت كلش مهمة لجسم الإنسان حالة حالة تشريح، أكثر مادتين مهمة بالطب. بالإضافة إلى مادة الباثولوجي صف ثالث ورابع اللي هي كيفية عمل الأمراض والأمراض شلون تصير، فهذه مواد جدا مهمة لطالب الطب طبعا. وأنا حبيت أسويكم هذا الفيديو على مود أنبهكم على أهميتها وأعطيكم تجربتي بيها. إذا أنتوا أول مرة تشوفون قناتي باليوتيوب اللي هي هذه أمامكم وتنسون تشتركون بالقناة، هذا الشيء حفز إنه نقدم المزيد من الفيديوهات. بنفس الوقت مو تنسون تعطون اللايك، لايك جدا مهم لمشاركة الفيديو مع جماعتكم. حاول الفسلجة بالمختبر إنه أنت دائما تسوي examination أو exam على صديقك، تسوي exam مثلا بينك وعلى عائلتك، مثلا تعلم الفيتال ساينس لأن هذه كلش مهمة وتنسأل عليها، تعرف تسوي مثلا motor examination، تعرف تسوي nerve examination، neuro examination، شلون تفحص الأعصاب مثلا. يعني أنا أقول لكم التشريح صح هو فهم، بس ممكن يكون في بعض الأحيان جاف، فهو يعتمد على حفظ وفهم. بس الفسلجة ما بيها مجال غير بس الفهم، فأنت تحاول تفهم الموضوع وتكرر أكثر من مرة، وبهذه الطريقة تقدر تنجح بها بالفسلجة. الفسلجة على كثر ما هي صعبة ومزعجة بس حلوة زينة، يعني أوكي يعني إتس أوكي لا بأس بها يعني الفسلجة. وبنفس الوقت أطلب منكم اللي شاهدوا هذا الفيديو عندهم أي تجربة، عندهم أي نصيحة إضافية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات على مود يستفادوا منها بقية الطلاب. ها، وبالنسبة للفسلجة فما بيها مصدر معين إنه واحد ممكن يقرأها غير بس فسلجة الأعصاب، ممكن تحتاج مصدر لقراءتها لأن شوية الأعصاب مزعجة. بس الجي اي تي والرينال والكارديو كلش حلو على الملازم مع الدكتور مالتك. أكو دكاترة يعني كلش يوفون الموضوع بمزمة، أكو دكاترة لا يقولك لا والله أرجع على المصدر مثلا على مود تفهم أكثر يعني. فتعتنا على كل طريقة الدكتور مالتك وكل كلية ونظامها. كتبوا لي بالتعليقات يا مادة نتكلم بيها بالفيديو القادم، أنا ممكن أقول أتكلم عن الباثولوجي بس يا مادة ويا، كتبوا لي بالتعليقات. إذا عندكم أي استفسارات إضافية تقدرون تسألوها على الدايركت أو على حساب الانستغرام أمامكم على الشاشة، بالإضافة إلى حساب الفيسبوك الخاص بي وحدي فقط، ما عندي غير حساب ثاني على الفيسبوك، هذا أيضا أمامكم على الشاشة، بالإضافة إلى ترك تجربتكم بالتعليقات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم. باي باي.